حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظه فاجلى بني النضير واقر قريظه ومن عليهم حتى حاربت قريظه فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بين المسلمين الا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا واجلى يهود المدينه كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثه وكل يهود المدينه